تخلد ريماس إلى سبات نومها العميق، غير مدركة لخطر انهيار أرضية بيتها الصغير الآجل للسقوط في أي لحظة. فهذه الجدران المتشققة باتت شبحا يوميا يطارد سكان عمارة شارع وريدة مداد بالقصبة. يا أخويا راك تشوف بعينك باللي راهي وحدها راهي تتقلع، ماشي راح هي تهبط وحدها وحدها، يا الدار راح تطيح، الدار راح تطيح، على بالي بلاني شاموتي باللي راح نموت فيها انا الدار هذه. ما كاش لمن تشكي، وين راح نبات؟ لازم نبات في داري، هي ما عنديش بلاصه نبات فيها. يقول لك ما تباتش في دارك، تهبط لا ميري تهضر معاهم يقول لك ما تباتش في دارك، وين نبات؟ تقييم تاع سي تي سي واش قيمت كي شافت هاد التشققات؟ قيمته خطر خمسة، خطر من الدرجة الخامسة، يعني 25 جر راهو مهدد بهذا الانهيار. لا قدر الله، ماناش حابين تصرى كارثة في هذه العمارة، خاطر لو كان تحبط الأرضية حتحبط كاع العمارة، كاع تحبط طبقة فوق طبقة. ظروف معيشية مزرية لا ترقى لمتطلبات العيش الكريم، يقول فيصل. راني عند خويا لهنايا والله ما راني نرقد ولادي قاعدين. ولو كان نحو دوك الفوق البي في سي تشوفوا كلش، حاشك طبت يدوروا الفوق تسمعوهم شتا يا شتا، وحنا شعلين لا كليم دايرينو في الديسات، ما عندنا طاقه وين نتنفسوا، ما عندنا طاقه وين نشرو كيما الناس. مرضنا لازماتيك، بنتي 18 شهر ازماتيك، انا راني على راس ليلتي، انا قريب نولد. سكان العماره يناشدون السلطات الترحيل في اقرب وقت ممكن. نوجه نداء للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن ينظر في هذا الحي، هو حي القصبة بكامله. يا سيدي الرئيس، أما أعطينا خرجنا منها، ماشي أعطينا خرجنا منها، خلاص أنا حابين طاقة، أنا حابين نولو كيما الناس، أنا حابين نولو ننشرو في تواقي، أنا حابين شميسة تضربنا يا سيدي الرئيس. الموت ردما بسقوط عمارات القصبة فوق رؤوس الأبرياء مسلسل لم تنتهي فصوله بعد. أفلا يعقل المسؤولون من انتظار وقوع الفأس على الرأس؟